النهارده. ازيك يا كابتن ناصر؟ دايما منورنا. كل ضيوفك الله يخليك، وتحياتي لضيوفك الكبار الكابتن الكبير كابتن شريف عبد المنعم حبيبي. نور يا كابتن. وحشني كتير جدا جدا، وكابتن علاء مهوب نجم الكبير. كابتن يوسف مشغول في ايه؟ حياتي ليك. مشغول كابتن مشغول. اعمل لك حالات، اعمل حالات. مكتب الحالات عشان تحللها بقى. تمام. كابتن ايمن، بدايه بنقول ان المباراه درجه الصعوبه متوسطه تحكيميه. وفي حاجه مهمه جدا، ان هنا نتيجه المباراه والتزام اللاعبين داخل ميدان اللعب والجهاز الفني دول سهلوا المباراه على طاقم التحكيم. ولكن عندنا حالات ايجابيه وايضا حالات سلبيه، واحنا الهدف من النقد التحكيمي هنا مش احنا بنقعد حكم، ولكن بندي ثقافه تحكيميه كمان لحكامنا، وبندي كمان ثقافه تحكيميه للجمهور. هنروح لطاقم التحكيم اللي هو بقياده الكابتن محمود بسيوني، هو الحكم المباراه، وحكم مطياس اسكندريه حكم من الحكام الصاعدين الواعدين، بذل مجهود كبير النهارده في المباراه. نشوف محمود بسيوني عنده ايه النهارده، ولكن بنتكلم بشكل كبير هل الفار نجح مع الحكم. من خلال الحالات هنشوف ايه الحاله الاولى. عندنا وائل فرحان على الفار واحمد عبد الله من مطياس اسكندريه. الحاله الاولى هنشوف الحاله الاولى. هنشوف هنا الحاله، وليد سليمان في اللقطه الاولى هو نجح في لعب الكره. كابتن شريف شوف، هو اللي نجح في لعب الكره هو وليد سليمان. انا حابب بس كابتن سمير يرجع لي بس باللقطه اللايف، لان انا يهمني كمان ادي التحكيم والحكم ثقافه في نقطه التمركز. هرجع من اللايف، هرجع تاني هرجع تاني بعد اذنك. نرجع بسوني هنا كابتن، هو في نص الملعب. بسوني هنا كابتن ايمن في نص الملعب. المخالفه فين؟ في 18. قلنا دايما لما يكون في مهاجم ومدافع من فضلك استشعر ان في خطر، يبقى هنا انا في حاجه اسمها السرعه المتفجره اللي هي سبرنت، اقصى سبرنت، اقصى سرعه عشان اتواجد على الاقل هنا بالظبط. مسافه بعيده، ولكن هو حظه حلو خد القرار الصحيح، بس مش كل مره تسلم الجرف. صح، بنقول يا بسوني من فضلك هنا لابد انك انت تستشعر ان هنا هيبقى في ممكن يكون في حدث داخل الصندوق، وده اللي حصل بالفعل. هنمشي اللعبه كابتن سمير ونشوف الحاله. كابتن وليد مشي، عدى، سيطر، نجح، وهنا الاعاقه بالجسم موجوده من الحارس المرمى، وبالتالي ركله جزاء واضحه وصحيحه وسهله، مفيش فيها مشكله. واعتقد ان هنا الفار اكد بدون الحكم ما يروح هناك. خلينا بس نركز في الحته ديت، ان هنا الحكم ما راحش للفار، هو الراجل استنى ياخد التاكيد. هنا شوف هنا الاعاقه هنا بالجسم كابتن، هنا موجوده في القدم او الساق بتاعه كابتن وليد اللي هي الساق اليمنى، وهنا الجسم هنا واخد الاعاقه، وبالتالي هنا ركله جزاء. هو هنا طبعا قرب شويه، وهنا القرار صحيح، وهنا ما راحش للفار، لان الفار هنا اكد على القرار بصحه ركله الجزاء. شوف التنفيذ هنا وهل صحيح ولا لا. ستوب، هرجع تاني معلش. احنا قلنا التنفيذ لحظه التسديد نقف، مفيش ولا لاعب من هنا دخل كابتن ايمن كابتن علاء، وبالتالي هنا اللاعبين هنا كلهم خارج ميدان خارج منطقه الجزاء. وهنا الحارس لحظه التنفيذ، هنشوف نلعب الكره، اشاف التنفيذ صحيح، وبالتالي هنا ركلة الجزاء تمت بتنفيذ صحيح. حالة بعد كده في انذار للاعب اف سي مصر للتحايل، وقلنا التحايل هنا اللاعب هو الذي يصنع التحايل، وبالتالي هنا كان لا مش هنا لا اللعبة اللي هي في لعبة ركلة الجزاء، في لعبة ركلة الجزاء اللي هي التنفيذ بتاعها اللاعب اللي هو شاط خد انذار. طيب الحاله ديت هو الحكم للاسف ما حسبهاش خالص، كانت داخل منطقه الجزاء كابتن علاء. يعني الحاله ديت لا، نرجع بس الحاله حاله واحده واحده، بس نرجع تاني كده للحاله الاولانيه بتاعت هنا. هنمشي وهنشوف اللاعب ده هياخد انذار ليه. هنا الشناوي صاد، شوف اللاعب ده عمل ايه. هنا مفيش اي تلامس، وهنا في سكوت مصطنع من هذا اللاعب، وكان هنا يستحق البطاقه الصفراء. بحيي بسوني لان هو عنده توقع، وهنا اشهر بطاقه وقراره كان قرار صحيح. الحاله بعد كده طبعا هو بسوني هنا لم يتردد، لان هو شاف ان هنا السقوط مصطنع ومفيش اي تلامس. وبنقول دايما التحايل، من فضلك ادي التحايل لما اللاعب يسقط بدون اي تلامس، وهنا الانذار صحيح. الحاله بعد كده نشوف حاله داخل منطقه جزاء النادي الاهلي. نروح هنا انذار للاعب بتاع دجله، ونشوف الانذار موجود والتهور موجود، والانذار صحيح للكابتن محمود بسيوني.
يلا الحاله اللي بعديها. يلا الحاله اللي بعديها حاله من الحالات اللي هي يعني شايف ان باسوني كان قراره فيها شجاع ولم يتردد ابدا، لان يعني نقول اقصى درجات التهور، وهنا الدخول هنا بيقول دي مهاجمه بالقدم، وبالتالي هنا الظهر صحيح للاعب اف سي مصر. هنا نشوف الدخول في لم ينجح اللاعب في لعب الكره، وبالتالي هنا الانذار هنا يعني هنا بنقول لو الرجل ثابته في الارض كابتن كانت ممكن ترتقي للاحمر، ولكن هي مديه اقصى درجات التهور، وهمشي مع قرار الحكم في ان دي ممكن تبقى انذار، لكن الرجل لو ثابته والسترد ده فوق اعتقد هيبقى فيها كارت احمر مباشر. صح. وهنا الفار ما تدخلش. صح. السؤال هنا يا كابتن، لو النادي الاهلي في كره زي دي هو اللي معاه الكره والحكم شايف من وجهه نظره ان الكره دي لا تستدعي بطاقه حمراء، تمام كويس، والنادي الاهلي مكمل الهجمه، تمام كويس، يكمل الحكم الهجمه بالظبط ويرجع يدي البطاقه الصفراء. ممتاز. طيب لو تستاهل بطاقه حمراء لازم يوقف ولا يكمل وبعدين يرجع يدي احمر؟ هو انا القانون هنا اتكلم في نقطه مهمه جدا، لو عندي فرصه واضحه يا كابتن محمد انت رايح انفراد مثلا وهتجيب جون اكيد وحصلت مخالفه تسجل بطاقه حمراء، هوقف ودي الحمراء ولا اخلي لعبه تواصل؟ ده السؤال. اللعبه تواصل وهرجع ما عنديش مشكله كويس. وهرجع في اول توقف هدي البطاقه الحمراء. ممكن كمان هقول لك على حاجه مهمه جدا، طب اللعبه ما وقفش، هنفترض ان كابتن علي موب هو اللي ارتكب المخالفه اللي هي يستحق عليها طاقه حمراء واللعبه ما وقفش والكابتن علي راح اشترك في اللعب، هوقف واشهر البطاقه واحسب ركله حره غير مباشره على كابتن علي؟ لا مش اوكي طبعا مش انت مش تعمل الكلام ده كابتن علي، انا بس بدي عمل كتير. نروح للحاله اللي بعد كده كابتن سمير. شوف هنا الاعتراض يا كابتن، احنا قلنا دايما اللاعب خلاص الحكم حسب خلاص، فمن فضلك ما تعترضش على الحكم لانك انت هنا خدت انذار بدون اي داعي، والكلام دوت ليه لو في ماتش عندك ماتش مهم في لقطه زي دي هتاخد الانذار؟ المخالفه موجوده وهو كان حسب من غير ما يدي انذار، ولكن هو ادى انذار هنا للاعتراض على القرار. كابتن ناصر دايما بتحصل حاجات مشابهه زي الحاجات دي، بحيث ان الحكم بيروح في حاله تحدي للاعب، يعني ممكن يتجاهله ويروح يحسب البتاع وده نرفزة لعيب، بس ساعات احس ان في يعني بعض الحكام بس هو اللعيب اللي اقرب منه قوي اللعيب اللي راح له وهو رايح له كمان. بص يا محمد اللعيب اللي راح له يا كابتن شريف وهو بيكمل يروح يعني انا بص هنا اللعيب بص انا بنتكلم على الحاله دي، القانون هنا بنتكلم في انت فاهم قصدي انا ايه؟ انا فهمت اللعيب هو اللي رايح انا عارف اهو بص بص الاعتراض هنا في حديه شويه طبعًا. يعني ده ممكن يطردوا هنا كمان بالظبط يعني لك في ده هنا كده ممكن يطرد. انا بتكلم كابتن علاء كابتن عادل ده كده ممكن يطرد. بيبقى مثلا بيبقى محبط احيانا محبط حصل ممكن يبقى مع نفسه، انا كحكم اراعى الحته دي، لكن بهذا الشكل هذا الشكل غير مقبول، وبالتالي هنا الانذار مستحق في الاعتراض على بس شايف الحكم رايح له كمان يعني يعني المفروض هو يغلط زي ما يغلط وانا حاسبه زي ما حاسبه، بس ما احطش نفسي في هذه المواجهه يعني ما عندكش مشكله، انت ممكن تقف بعيد. بص المواجهه عامله ازاي يا كابتن ناصر؟ يعني أوكي. هو داخل معاه في اداء تاني بس خلي بالك يا كابتن هو اللاعب اللي هو راح يعني انا هو بسوني رايح مكان المخالفه، ولكن هو اللاعب اللي راح للحكم، وبالتالي انا شايف ان البطاقه هنا مستحقه. نعدي ونمر على الحاله اللي بعد كده. نروح الحاله بعد كده ونشوف ستوب. بنقول الدائرة المنتصف دي يا كابتن للحكام كلها من فضلك ما تخشش فيها. دي محور لعب وتحضير وتجهيز، من فضلك ابعد عن محور اللعب، لانك النهارده انا ما بقاش ابدا داخل في محيط اللعب واعمل نفسي مشكله. بس انت حكم كبير وعندك لياقه بدنيه عاليه جدا، ممكن تستخدم اسلوب الجري المتنوع، الجري الخلفي، الجري الجانبي، حاول تخرج من مسار اللعب عشان تدي مساحه للعيبه ان هي تلعب. انا بقول اللعبه دي مش عشان باسيوني عشان ما ازعلش، بس نقول لجميع حكامنا من فضلك ما تخشش داخل منتصف الملعب عشان ما تبقاش في محيط اللعب. نمر ونروح للعبه اللي بعد كده. التعديل الجديد ده بقى يا كابتن اللي هو لما الكره تخبط فيه رجعها تاني للفريق بالظبط الاسقاط بقى ان هو نفس الفريق اللي هي كانت يتلعب عليها الاول ايه؟ الاول لما كانت الكره تخبط في الحكم اللعبه بيقول لك الحكم لاعب النهارده طالما غيرت استحواذ يا كابتن محمد لازم نوقف عمل الاسقاط. الحاله اللي بعد كده نشوف حاله من الحالات المهمه جدا يا كابتن. الحاله دي هنقف عليها بس شويه يا كابتن علاء من فضلك. اتفضل يا كابتن. انت كنت لعبت كوره على مستوى كبير جدا وشوف. هل الكوره هنا جت في الصدر وبعدين في الايد؟ ولا جت في الصدر مره واحده؟ ولا جت في الراس والصدر والايد؟ ده السؤال. هنشوف. هنمشي ونشوف هنا
في اللقطه ديت مش واضحه خالص ولا حاجه خالص واضحه ولا هنا واضحه اللقطه وهنا بسيوني طبعا ادى قرار باحتساب المخالفه كابتن هي ممكن ما تكونش لمست ايده خالص اه ممكن ما لمستش ايده خالص خلاص هنروح على الزاويه اللي احنا كنا فيها ديت على فكره الكره دي جت في عينيه بص يا كابتن هنقول الزاويه تاني دي جت كده في صدره وعينيه او جت صدره ووشه حد بس حد تاكيد على ان دي مش ركله جزاء نروح للقطه اللي فاتت ديت يا كابتن غريبه ان الحكم طلع بره السؤال حاضر بس هنا هو هنا في ركله الجزاء الاولى كابتن علاء الحكم الفار اكد له وما راحش طبعا طب هنا هو استدعى الحكم ليه ده السؤال عشان يقول له ان دي ضربه جزاء يبقى في حاجه عند الفار مش عند الحكم صح لان لو الفار عنده ان دي ركله جزاء واضحه ما كانش قاله تعالى وكان طبعًا. اكد على القرار طبعًا. هو طبعا هنا راح للحاله طبعا هو جاب له اكتر من زاويه وهنا لابد انك انت تشوف الزاويه هل هي الزاويه فعلا في الكره جت في الايد ولا جت في الصدر عموما هنروح للحاله اللي احنا بتاعتنا هو طبعا هنا بسيوني خد القرار باحتساب مخالفه لمس الكره بالايد انا شايف ان لو انا النهارده كابتن علاء كابتن ايمن الكره هنا جت في الاول في الصدر نمشي هنا هماشي اللعبه على طول بس من فضلك على اللايف على طول ونشوفها ونشوف الكره ديت راحت فين هل نزلت تحت كابتن ولا ما جتش في ايده كابتن في ايده كانت وقفت لو جت في ايده كانت وقفت مكانها ده اللي انا عاوز اقوله او نزلت هنا لو جت في الصدر وجت في الايد المفروده هتنزل بالظبط مظبوط هي راحت على مسافه تقريبا نشوف المسافه قد ايه نشوف المسافه هنا الكره اصطدمت ونزلت هنا تقريبا على خط منتدى يا كابتن سؤال بعد اذن حضرتك هنا حضرتك قبل كده قلت ان قله الكاميرات في موضوع الفار ساعات بيأثر تاثير سلبي على قرار الحكم بالظبط هل في ضربه الجزاء ديت قله الكاميرات ليها سبب لا انا شايف ان هنا انا بقول انا باكد على الفار ليه لان الفار لما جاب الحكم شاف حاجه الحكم ما شافهاش هو جابه ليه قال له ان هنا مفيش مخالفه لان الكره لم تلمس الايد اطلاقا هي ما جاتش في الايد اصلا كابتن دي ما جاتش في ايده خالص هي جت في الصدر فاكر كره رامي ربيعه بالظبط زي بتاعه رامي ربيعه زيها وانا اقول هنا ان هنا طبعا المخالفه حتى الفرقه الثانيه ما اعترضتش صحيحه تم حساب على عمرو السوليه وزي ما قلنا دايما احنا بنقول حكامنا نستفيد ومن فضلك لما تروح للفار حاول تختار افضل زاويه عشان تدي القرار الصحيح لان هذه اللعبه لو حصل فيها كابتن عادل وهي كانت هدف المباراه كانت ممكن تبقى مشكله اثرت في النتيجه انا قلت في البدايه النادي الاهلي النتيجه وسعت وسهلت المرور على الحكام نروح للحاله اللي بعد كده خلاص احنا قلنا اوكي هنا الكره لم تذهب لليد اطلاقا او ما جاتش في الصدر وجت في الايد هي ذهبت من الصدر على طول على منطقه ال 18 يلا انا عاوز اقول حاجه مهمه جدا يا كابتن ايمن ان تاني بنقول ان احيانا اخطاء التحكيميه ما تبقاش مؤثره نتيجه المباراه تاني بنقول ان نتيجه مره النهارده النادي الاهلي النهارده والتزام اللاعبين سهلوا مأموره الحكم ولكن من فضلك لابد انك انت توصل للتفاصيل الصغيره كابتن شريف التفاصيل الصغيره اللي هي ممكن تبقى يعني اخطاء تحكيميه تؤثر في نتيجه المباراه بشكل عام هم نقول ان طاقم التحكيم عدى ومر نتمنى في المباراه القادمه ان احنا نستفيد من الاخطاء اللي حصلت النهارده اشكرك يا كابتن ايمن شكرا جزيلا لخبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس وكنت عايز اتكلم حضرتك في حاجه برضو قبل ما نختم دلوقتي